السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم وصيام مقبول عليكم إن شاء الله. طبعا اليوم فيديو مختلف بالقناة شوية، بس حبيت أبين موضوع يشغل طبعا الأغلبية، يشغل بال الأغلبية، سؤال واختلافات، وخصوصا من أنت تدخل على تعليقات راح تشوف هاي الأشخاص تذم هاي الشخص. صايرة اختلاف بين المسلمين، صايرة واحنا خصوصا بالعراق نحب هاي السوالف، ناس تحب هاي السوالف، بس ببوع الشباب، بتقدم الشباب، نريد ننبذ هالتفرقة، نريد ننبذ هالكلام، لازم نفهم شنو الموضوع يلا نحكي بيه، لان الاغلبية فاهمة انه هي منقسم المسلمين الى قسمين، منقسمين المسلمين الى قسمين، قسم يصوم على طريقة وقسم يصوم على طريقة، فناس تقول انه هذول خطأ وناس تقول انه هذول خطأ وناس تقول انه هاي اللغة نريد نتركها، نريد نفهم الشيء العلمي الصحيح، الشيء العلمي الصحيح، وهل انه هالشيء يستحق انه هيك نختلف بيه نضل نحكي بيناتنا واحد يسب الاخر؟ لا، احنا بدورنا هسه انت اللي قاعد تسمع الفيديو، هم اريدك توعي الناس انه ما قدع على الاختلاف، احنا ما عايزين اختلاف، احنا كل شيء متوحدين بيه، الاسلام كله واحد، الاختلافات بسيطة جدا، فما قداعي. خصوصا احنا هسه بالعراق اقل كلمة هي تجرنا الى متات قوية، فيعني لازم نتوحد، لازم يكون ايد وحدة. شنو الفكرة من الاختلاف المسلمين بداية الصيام؟ الاختلاف هو انه فرقة من المسلمين شو تقول؟ تقول انه احنا لازم نعتمد على مشاهدة الهلال بالتلسكوب، مو بالعين المجردة، مو بعيننا، احنا العلم متطور ولازم نشوف الهلال بطريقة حديثة، بما انه العلم متطور اذا طريقة حديثة، لازم نجيب تلسكوب ونباوع للهلال ونشوفه. فرقة اخرى تقول لا، بما انه النبي صلى الله عليه وسلم صام على رؤية الهلال بالعين المجردة، اذا احنا نصوم بالعين المجردة. فهسه شنو عدنا؟ فرقتين، فرقة هتشي فرقة هتشي، من الصح من الخطأ، اثنيناتهم رأيهم مقنع، الفرقتين رأيهم مقنع، الطريقين هن صحيحات، لأن ما حد يعلم، ما عندك حاليا نبي يفتي لك بالأمر، ما عندك حاليا، فكلها تفاسير وكل التفاسير مقبولة، كل التفاسير هي صحيحة، كل شيء صحيح، كل شيء نمشي عليه صحيح، لأن ما عندك نبي هنا يجي يحدد لك إنه ها روح سوي هتشي، أمر من الله. فتفسير الفرقة اللي تقول بالتلسكوب فتفسير يعني حلو ان احنا تطورنا، اذا لازم نتطور، والتفسير الثاني هم مقنع انه النبي شلون كان يصوم. نجي الشغلة ثانية، الفرقة اللي تعتمد على العين المجردة، تدري الهلال موجود البارحة لو ما تدري؟ ايه طبعا تدري، الكل يدري انه الهلال انولد اليوم بهاللحظة، او انولد البارحة بهاللحظة، الكل يدري علميا، الكل يدري، يعني لنفرض رمضان هذه السنة، شهر رمضان هذه السنة، الهلال انولد يوم الاثنين الساعة 5:30 الصبح، طبعا الارقام شوية جزء تفرق دقائق دقيقتين ثلاثة، بس لان ما حسب ما اتذكر ما قدام ما كتبت البرقة، المهم انولد 5:30 الصبح، اتوقع 32 دقيقة، المهم فالساعة بالسبعة بالليل، ليلة الثلاثاء الهلال موجود في السماء، في الأفق، العفو، موجود في الأفق لمدة 19 دقيقة، موجود لمدة 19 دقيقة، ونسبة وضوحه هي 0.28 من 100، 0.28 من نسبة مئوية، يعني صغير جدا، فهو موجود والكل يؤمن بأنه موجود، كل فرق الإسلام والكل يؤمن أنه الهلال موجود في ليلة الثلاثاء. تجيب التلسكوب تشوفه موجود، بالتلسكوب شوفه موجود، تجيب العين المجردة ما راح تشوفه، بس هو موجود، بس ما راح تشوفه. تيمنا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، الفرقة اللي معتمدة على العين المجردة راح تقول أنه إحنا منصوم لما نشوف العين المجردة، والفرقة الثانية، انا طبعا ما اريد اسمي مسميات، هي فرقه السنه والشيعة، بس الاسلام ما نقول احنا واعتصموا بحبل الله جميعا، متوحدين كلنا احنا مسلمين، لا نسوي تسميات اخرى، فمن اقول فرقه كلنا واحد، بس اراء،
هسه بنفس اتوضح بنفس السنه بنفس الشيعة بنفس الفرق الاخرى هي اكو اختلافات اخرى ثانيه. هسه شلون اوضح لكم؟ مرات نفسيتهم اللي يعتمدون على التلسكوب او نفسيتهم اللي يعتمدون على المجرده مرات بيناتهم اختلافات. هسه اقول لك شلون، ولو هو موضوع شويه عميق فاريد اختصره فيديو بسيط. مرات هسه احنا وين وصلنا ليله الثلاثاء، ليله الثلاثاء اللي يعتمد على التلسكوب راح يشوفه بينما اللي يعتمد على العين المجرده ما راح يشوفه، وبالتالي راح يصير اللي يعتمدون على العين المجرده ما يصومون الا اليوم الاربعاء، وعلى اللي يعتمدون على العين المسلحه يصومون يوم الثلاثاء. اثنيناتهم صحيحات، اثنيناتهم ارائهم صحيحه، وبهالحاله الكل شوف شنو وضعه، يا اللي يقتنع بها يا طريق اقتنع بيه يمشي بيه حسب العالم اللي يتبعه هو. زين راح تقول لي انت المسلمين بعض الفرق نفسيتهم قاعد يختلفون، ها احيانا يقولون انه الدول اللي بنفس الافق تفطر سوية، والدول اللي بغير افق ما تفطر سوية. يعني شلون؟ يعني العراق سوريا لان الدول الاردن اللي بصف العراق دار ما دار العراق هذني صيام، اذا شفنا الهلال انا بالعراق فسوريا ولبنان وتركيا وذن اللي جاء دائر ما دائر العراق يصومون، العفو يصومون مثلي، يصومون ذول دائر ما دائر هم مثلي. فإذا شفته بسوريا أفطر بالعراق، إذا شفته مدرويين أصوم. المهم بينما إذا بأمريكا لا، مو نفس الأفق، مو نفس الدائرة، مو نفس خطوط الطول والعرض. خطوط الطول والعرض هاي موجودة ماخذينها أنتم أكيد بالجغرافيا، مختلفة. إذا دولة مش شابهة أمشي ليها، وإذا دولة مختلفة لا ما أمشي ليها. فبذلك اكو بعض من المسلمين من بعض المسلمين يقولون انه اذا شفتها بالعراق فانت تفطر بامريكا، واكو لا يقولون اذا شفتها بالعراق فانت تفطر على العالم كله، او شفتها بامريكا تفطر على العالم كله. اللي يعتمدون على التلسكوب هم الاغلبيه من السنه وبعض الشيعة، واللي يعتمدون على المجرده الاغلبيه من الشيعة والسنه ما ادري صراحه، اتوقع اكو البعض بس ما ادري، ما اتوقع، اتوقع الاغلبيه انهم كلهم تلسكوب، بس اكو بعض الاشياء يحتاجون تلسكوب. فمن هاي القناه ومن هذا الصوت احب اوجهكم انه انت تكون عين واعيه، اعرف انه شنو. لا تقول انه فلان فرقه ما تعرف تشوفه الا فلان، مثلا اكو تحشيشات الشيعة العفو السنة ما يشوفونه، ما موجود هو اصلا القمر او الهلال، بس هم مخليهم هلال حتى يشوفونه، هو ما موجود نهائيا بس هم يشوفونه، العفو طبعا على صوتي. او بالمقولة الاخرى ان ثاني يوم ينشاف كبير الهلال فيقولون ها الشيعة خطأنين انه شافوا ثاني يوم كبير. يا اخي طريقين يعلمون انه الهلال موجود في اليوم الماضي، والطريقين يعلمون انه الهلال ثاني يوم راح يكون كبير. فلا لا السنة اختلفوا وجابوا هلال وصنعوه، ولا الشيعة ثاني يوم كبروا هلال وخطأوا باليوم الأول. الطريقين ماشيين على دستور علمي، اثنيناتهم ماشيين على شيء علمي. اختلافهم الأول ان الفريق قال انه انا امشي على زمن النبي، واخر قال انا امشي على التطور بما انه تطورنا فنتطور بكل شيء. فأتمنى ختام الفيديو ان نفهم مقصودي انه احنا متوحدين، احنا كتابنا واحد، احنا نبينا واحد، احنا ربنا واحد، نبينا واحد، كتابنا واحد، كل شيء واحد. اختلافات بسيطة، ماكو داعي تخليك تختلف وتسب وتشتم من الطرفين. احنا مسلمين خصوصا العراق محتاج لقوتنا، ما محتاج اختلافنا. من انت اختلفت ويا فلان شنو فايدتك؟ شنو راح تستفاد انت من اختلفت ويا فلان؟ ما راح تستفاد شيء غير انه الاذيه. ومن تأذي المقابل فيعني شنو فايدتك؟ انه انت راح تقتل العراقي، راح تأذي عراقي، راح تدمر عراقي، ماكو فايده. او راح تدمر حتى لو انت من غير دول، اسمعني، تأذي ابن بلدك، تأذي ابن جلدتك، انت مسلم، المهم مسلم. انت المفروض تطلع بصوره صحيحه حلوه قدام الاديان الاخرى، قدام المسيح، قدام اليهود، قدام الديانات الاخرى. مو انت تسوي سمعه الاسلام قدام المقابل. انت المهم تطلع بصوره حلوه نظيفه، المسلمين لهم سمعتهم ولهم جمالهم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ايه قرانيه، كل احنا واحد، ماكو اختلاف، اشياء بسيطه، اختلافات بسيطه حسب نقل الفتاوى، حسب نقل الاحاديث،
اشياء بسيطه جدا، يعني اذا تباوع لهن انت بس انتبه، ربك واحد، نبيك واحد، قرانك واحد. بعد شو تدور ورا ذني؟ هن ذني الاساس، هن ذني الاساس، كل شيء اخذه من القران، القران كل شيء بواضح. وهاي الاشياء المستحدثه هي اللي راي العلماء بها، مثلا هي هاي شغله الهلال شيء مستحدث، انه الهلال يعني طور التلسكوب ونوجد، فيعني اكو اراء العلماء قالوا انه طور علم، اما علماء اخرى قالوا لا احنا مثل النبي، شلون ما النبي كان يصوم احنا نصوم. فيا اخواني الطريق واضح، وانا ما ردت الفظ كلمه زنا شعب الفيديو، بس حاول حتى اوضح لان هي مفهومه انه انا اقصدهم. فاتمنى انه نتوحد، وانه هالفيديو يكون يفيدكم، وانتم نفسيتكم اللي ما كان فاهم الفكره انه يوضح هلا المقابل اللي ما مفتهم الفكره، واللي باقي بس يسب ويشتم بالطرفين. صيام مقبول، رمضان كريم، ولا تنسوا من تاعكم، لان صدقون النيه طيبه، وانه نيتي انه انا اريدكم تفهمون هالقصد، واريد من عندكم انه لا تنسوا من دعاكم بنيه صادقه. وما ناسي لكل من يسال الدعاء، الله يوفقه ويحميه وينيل امراده بالسلامه، موفقين، يا الله.